حتى جلسات التسخين العبها كاني قاعد العب اعلى وزن قاعد العبه. ويا هلا والله فيكم. اليوم عندي كان تجربه لرقم جديد على البنش بريس. طبعا حبيت اشارك الموضوع هذا معاكم واسوي فلوج ثاني. اخر فلوج سويته كان اعلى وزن جبته بالبنش بريس كان 120 كيلو. اغلب الناس يعتقد انه الزيادات هذه تكون عشوائيه، ولكن الزيادات هذه تنبني على شهور طويله وتحليل للاوزان اللي انا كنت قاعد اشيلها ولحجم التمرين اللي انا قاعد العب فيه. وبحاول ان شاء الله اخلي سلسله الفلوجات هذه دائمه وبشكل شبه اسبوعي على حسب تفاعلكم وعلى حسب الاشياء اللي تبغوا تشوفوها معايا. فخليكم مستعدين وخلينا نروح الجيم مع بعض. ليتس جو. طبعا التوجه الفتره الجايه على اليوتيوب ابغى احاول اسوي الفلوجات العفويه هذه اللي اشارك معاكم فيها تمريني واشارك معاكم يعني بعض المعلومات خلال التمرين تبعي، لاني انا اوريدي قاعد اسوي الشيء هذا عندي على السناب وعلى الانستغرام. فاذا انت مو متابعني على سناب شات سوي سكان للكود وضيفني هناك كمان، لانه حنزل تماريني هناك، معلومات بشكل يومي انزلها هناك. فقلت ليش ما كمان اسوي الفلوجات البسيطه هذه تستمتعوا فيها وتستفيدوا كمان منها. بس حاجه تروح تتمرن والسماعة ما فيها شحن، فتقعد تستناها تشحن وبعدين تنزل. نوع الصراحة ما اقدر اتمرن بدون سماعة، حتى احس انه دائي يختلف، خصوصا اني لما اروح الجيم كلهم اصحابي في الجيم اصلا، فاقعدوا اسولف، فهمتوا؟ فلما اكون حاط السماعة اعزل نفسي شوية واركز بالتمرين اللي عندي عشان اخلصه باكثر فترة ممكنة. ما شاء الله ما شاء الله. واحد شوف كيف تغير، عرفت؟ طبعا اليوم اكثر يوم ما لي نفس اتمرن فيه ومو نايم كويس، بس دائما الايام هذه هي الايام الاهم انك تجي فيها الجيم وتلتزم، واغلب الوقت اصلا ينتهي فيك الحال انه يكون تمرينك اسطوري وتطلع من الجيم مودك مشقلب فوق تحت. ما ادري اذا انتم نفسي، بس انا لما ادخل متضايق الجيم اطلع مبسوط. We'll be right back.
طبعا انت لازم تعامل كل جلسه كانها اثقل جلسه عندك، يعني حتى جلسات التسخين العبها كاني قاعد العب اعلى وزن قاعد العبه، والسبب انه انت التمرين مهاره، كل ما مارست المهاره هذه كل ما صرت افضل فيها، فليش تفوت فرصه انك تمارس المهاره هذه بشكل صحيح بجلسات التسخين اللي قاعد تلعبها عبال ما توصل للوزن اللي انت تبغى تشيله. اللي تابع البلوك الاول حق تكسير الارقام هذا كان اعلى وزن اشيله، الحين جلسه تسخين. أقدر أوصف لكم الإحساس لما تقعد تشتغل على حاجة وتجيبها، الحمد لله 6 plates. ها طبعا الوزن تحسبوني أنا اللي شلت، أنا بس الجاذبية كلها إيه خنفوك. انا كنت ناوي اصور التمرين كامل، بس كويس اصلا انه لحقت اصور البنش بريس قبل ما تتعبى الذاكره تبع الكاميرا وطلع لي انها كانت فل. اللي حاب يتفرج التمرين كامل انا انزل تمارين بشكل يومي على سناب شات، فاذا لسه مو ضايفني تاكد انك تضيفني. حاجه بسيطه حاب اقول لك اياها قبل ما اطلع من هذا الفيديو، انه اعطي نفسك وقت، النتائج الكويسه النتائج اللي انت تطمح لها تاخذ منك وقت، لو كانت النتائج اللي في بالك سهله كان كل الناس قدروا يحققوها، خصوصا من ناحيه تعديل جسمك، انك توصل لمستوى معين برياضة معينة، كل هذه الأشياء تحتاج منك وقت. تأكد أنك قاعد تستمتع برحلة تبعك، وتأكد أنه طول ما أنت قاعد تتطور حتى لو تطورات بسيطة حتتراكم وحتعطيك النتيجة النهائية اللي أنت تطمح لها وتبغى توصل لها. دائما تأكد أنت وبالنادي لا تبالغ بزيادة الأوزان فوق استطاعتك ويخرب التكنيك تبعك، خلي أدائك الصحيح والتكنيك تبعك أولوية بالنسبة لك، لأنه أنت آخر شيء تبغى تسويه هو أنك تزود الوزن بس تضحي بالتكنيك وتضحي بالمدى الحركي الكامل، لأنه كذا أنت قاعد تتطور تطور كذبي وممكن تأذي نفسك على المدى القصير أو على المدى البعيد. تأكد أنك قاعد تزيد بالوزن بشكل تدريجي وبشكل مناسب لتطورك، وصدقني حتوصل لمستوى بحياتك ما كنت تتخيل انك توصل له. يعني بالنسبه لي 6 بليت على البنش بريس لو تسالني قبل سنتين حقول لك مستحيل اني حقدر اشيلها بالسهوله هذه. انا كان ممكن العب عدتين كمان، بس بالجدول عندي اني العبها عده واحده ار بي 8. كل هذه الاشياء شرحتها ببرنامج 90 يوم موجود عندي على القناه، وحشرح اساسيات التمرين لاحقا، ف التزمت بالخطة تبعي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لي لايك، وأبغاكم تعطوني بالتعليقات رأيكم بالفلوجات العفوية البسيطة هذه، لأنه هذه قناتنا أنا وأنتو بالنهاية. أنا بدونكم هذه القناة ولا حاجة، فاكتبوا لي بالتعليقات إيش حابين تشوفوا الفترة الجاية، لأن أنا قاعد أفكر أنوع بين المحتوى العفوي، أصور لكم يومياتي وكمان فيديوهات تعليمية وإرشادية لك برحلتك لصحة أفضل ولجسم أفضل. واللي مو مشترك بالقناة اتأكد أنك مشترك فيها الآن، يعني الآن اضغط زر الاشتراك عشان توصلك الفيديوهات الجاية، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.